اهلا بيكم مره تانية، اول ريفيو لينا بره مصر. جايبين لكم مكان مميز جدا هيعجبكم جدا، واول ما تعرفوا المعلومات عنه هتبسطكم قوي. انا دلوقتي في البانيا، بالظبط في العاصمه طيرانا، في قلب العاصمه طيرانا. انا دلوقتي موجود في ميدان اسكندر ليك، هو اشهر ميدان هنا، مكان معروف جدا وفيه حاجات تاريخيه، اهمها مسجد ادهم بيك اللي ورانا ده. المسجد ده مسجد مبني في عصر الدولة العثمانية سنة 1823، وبدأوا فعلا يصلوا فيه سنة 1823. مسجد مشهور جدا. اللي عجبني فيه ان هو من ساعة ما اتبنى ما تعدلش فيه حاجة، ما فيش حاجة فيه اتغيرت تقريبا، بس السجاد بتاعه هو اللي اتغير. انا هخش من جوه اوريكم المسجد عامل ازاي، واوريكم مسجد عدى عليه فوق ال 200 سنة عامل ازاي. بس قبل ما ادخل عايز اقول لكم على حاجتين مهمين جدا انا لاحظتهم وانا في تيرانا. بكتب في الجي بي اس بدور على مسجد، طلع لي كل المساجد، هي مساجد عددها قليل شويه، بس طلع لي كل المساجد وعليها علامه الجي بي اس اللي احنا عارفينها، وجوه العلامه مرسوم علم الدوله العثمانيه، مش عارف ايه المغزى من كده. تاني حاجه، المسجد ده فيه وراه برضو مسجد كبير جدا، يعني يمكن اكبر مسجد في البانيا كلها، بيبنوا فيه بقالهم 5 سنين، وبرضو تركيا اللي بتبنيه على حسابها، برضو مش عارف ايه المغزى. برضو المساجد الحديثة مش متوفرة كتير، يعني معظم المساجد زي ما انتوا شايفين كده قديمة جدا من ايام عصر الدولة العثمانية. طبعا بعد الدولة العثمانية ما اتحلت سيطر الحكم الشيوعي على البانيا، ومن ساعتها بقى قفلوا المساجد وقفلوا المدارس وقفلوا كل حاجة تتعلق بالدين الاسلامي. عشان كده الوضع هنا مختلف، يعني المفروض ان السكان 60% مسلمين، بس يعني الوضع العام ما بيقولش كده خالص. ده طبعا تأثير الحكم الشيوعي على البلد. فده عموما عشان ما اطولش عليكم، تعالوا بقى نخش المسجد نشوف الوضع جوه عامل ازاي، ونوريكم الدنيا عامله ازاي. زي ما قلت لكم المسجد ما تقريبا ما اتغيرش فيه حاجه الفتره اللي فاتت دي كلها من 1823. طبعا عصر الدوله العثمانيه كان المساجد كلها مئذنه وقبه وشويه الزخارف اللي احنا عارفينهم واللي احنا متعودين عليهم في اماكن كتير زي اللي شفناها في البيت الحرام. خلينا بقى نخش جوه ونوريكم الوضع من جوه عامل ازاي والمسجد من جوه عامل ازاي. في حاجه هنا انا مش عارف اقراها، انا اقرب لكم منها اركز عليها، بس مش عارف هي ايه بالظبط، انا مش قادر اقرا، بس يمكن تكون واضحه للناس. وده الوضع من بره. خلينا نخش جوه بقى نوريكم جوه الوضع عامل ازاي احسن. زي ما انتم شايفين دي يعني زي ما بنقول كده بالمصري التشطيب بتاع المسجد. زي ما قلت لكم دي مفيش اي حاجه اتغيرت خالص. زي ما انتم شايفين الالوان عامله ازاي والزخارف عامله ازاي، الوضع عامل ازاي. في برده مكتوب هنا سنه 1309، سنه 1309. فخلينا برده في حاجه مكتوبه هنا خلينا اجيبها لكم من الزاويه الثانيه يمكن تكون اوضح، بس خلينا قبل ما نخش جوه ناخد لفه حوالين المسجد عامل. وفي هنا برضو كانوا عاملين هنا مصلى صغير كده عشان خاطر الناس اللي هتصلي بره، لو في حد هيصلي بره. القبله هي اتجاه القبله، ونفس الزخارف ونفس كل حاجه زي ما انتم شايفين. شايفين الالوان عامله ازاي. انا حاليا جوه المسجد تقريبا، مسجد خلينا اوري لكم من الزاويه عامل ازاي. هو صغير جدا تقريبا ما ياخدش غير 150 فرد. الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والله يدعو إلى دار السلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مسجد حلو جدا، حتى المنبر بتاعه من ما اتغيرش، المنبر ما اتغيرش زي ما انتم شايفين. ده المنبر مكان حلو جدا، يعني هو مسجد ناس بتصلي فيه حاليا وبيعتبروه مزار سياحي، يعني من ضمن المزارات السياحيه اللي تلاقيها لو قريته انك حبيت تيجي تخش هتسال هيقول لك مسجد ادهم بك. دي غرفة الإمام على أيامهم بقى كانت صغيرة كده. ودي القبلة زي ما انتم شايفين الوضع عامل ازاي. مسجد مميز جدا، مكان حلو جدا ومريح نفسيا.
فإذا جيت أي حد جاء ألبانيا حابب يزور مكان كويس مريح يجي هنا. قبل ما أقفل عايز أوريكم حاجة، فوقيات دي زي بلكونة كده، مش عارف كان إيه الغرض منها مش باين، لكن هو ده الباب بتاعها اللي هناك ده بيطلع عليها. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله الريفيوهات تعجبكم. لو عجبك اضغط لايك، ولو انت مش متابع تابعني. ان شاء الله تشوف فيديوهات كتيره الفتره الجايه. ولا حول ولا قوه الا بالله.